واحد من افضل المحللين في الدوري المصري الممتاز كابتن تامر صقر، وبرحب بوجودك دايما معانا في اخبارنا. وكفايه شيكه بقى حبيبي يا حزوم، انا وحشني. معلش بقى لنا اسبوعين كنت عيان، كنا مفتقدينك معاك. والله يا كابتن الفتره اللي فاتت، معلش وانا بقى عارف ان انت كنت تعبان، فبنقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طيب ابتدي معاك كده، يعني ما ينفعش بعد التقرير دوت وبعد الارقام اللي بيحققها صلاح، محمد صلاح وبعد لما خلى 120 او 130 مليون مصري بيحلموا مع الراجل دوت، ولو كنا سألنا نفسنا من 10 سنين مثلا ممكن تلاقي لعيب مصري في التوب 10 في أعظم دوري في العالم بيحفر اسمه بحروف من نور، أعتقد كان صعب جدا إن أنت ممكن تصدق. ولكن صلاح عفوا خلينا نصدق لك. لا، احنا كنا بنتمنى ان يبقى من توب 10 في افريقيا، مش في العالم. ان هو يوصلنا في 8 سنين مع ليفربول، ان هو على طول. يعني انا بشوف ان محمد صلاح ده من اللعيبه اللي اتظلمت في تاريخها، لان في 8 سنين كان في ممكن مرتين سنتين ممكن يبقى احسن لعيب في العالم. اول سنه مع ليفربول لما جاب 44 جون كان افضل اداء موجود في العالم كله، كان افضل من ميسي ورونالدو، وفي الاخر برضه ما خدهاش. والسنه اللي كان لما كان اخدها طلع الثالث مع مودريتش ورونالدو. فاعتقد ان والعالم كله على فكره كان بياكد ان صلاح يستحق هذه. لا هو يعني انا ما اعرفش ازاي ما بقاش من ال 30 اللي موجودين في بالون دور السنه دي، ازاي ما بقاش من احسن 10 في افريقيا. هو المفروض طبيعي ان هو يبقى احسن لعيب في افريقيا، يعني بمستواه وبادائه اللي بيعمله مع ليفربول او منتخب مصر. فاعتقد محمد صلاح ما اعرفش ليه الناس يعني فاهم بتظلمه، يعني لان بقول لك باللي هو عمله ما افتكرش حد في تاريخ الكوره بعد رونالدو وميسي، حتى ولا نيمار ولا مبابي ولا ليفا ولا كل الناس دي، قدر يعمل اللي عمله محمد صلاح. دايما في التوب ليفل يقول لك كونسيستنسي از ذا كي، دي الاستمراريه هي اللي عليها محمد صلاح 8 مواسم متتاليه لافريقيا. يعني انا بستغرب ان لما بلاقي، انا من النوع اللي بقول لك بحب اتابع البرامج وبتابع، ان هم بيقعدوا يكلموا يقول لك مين اسطوره مصر ولا مين اسطوره العرب ولا مين اسطوره افريقيا. اعتقد ان صلاح عمله ولا حد عمله قبل كده ولا حد هيعمله، لان صحيح. عمل ارقام صعبه قوي ان هو حد زي ما قلنا ودايما بنقول الكونسيستنسي او الاستمراريه اللي احنا شفناها على مدار 10 سنين ما كانتش موجوده غير ميسي ورونالدو. احنا بنقول ليه زيزو احسن لعيب في مصر اخر 4 سنين؟ ان هو على طول ارقامه ومستواه ثابت في الماتشات كلها ورا بعض. فكره ان انا بلعب ممكن ابقى لعيب جامد جدا واظهر في ماتش ماتشين واختفي 10، فاللعيب بيفرق معاه طبعا الاستمراريه. طيب فيما يخص السوبر الافريقي والسوبر المصري، بتشوف ايه ابرز الدروس المستفاده؟ وانا مستنيك ترجع عشان عندي العديد والعديد من الامور الفنيه اللي هنستفيد فيها. بص، احنا لو احنا هنقارن بالماتشين، الماتشين الزمالك والاهلي واتلعبوا في خلال شهر واحد. لو انت سالت اي حد من جمهور الزمالك او جمهور الاهلي لو انت تاخد بطوله وتسيب بطوله، كله اكيد هيقول لك انا عايز السوبر القاري، لان السوبر القاري اكيد اهم من السوبر المصري. الزمالك قدر يحقق البطوله المهمه، البطوله الثانيه طبعا واجه ظروف صعب قوي يا حازم على اي فريق ان هو يقدر يستحملها. صحيح. وقدر ان هو يعني الماتش، يعني الفرق ما بين الماتشين ان في ماتش كان في فريق يستحق الفوز اللي هو اول مباراه بتاع السوبر افريقي، وكان الاهلي في المستوى وكان الزمالك افضل بكتير. حتى كل الاهلاويه طلعوا بعد الماتش قالوا ان الزمالك يستحق المباراه. والمباراه الثانيه فيها تكافؤ، فرقه مسك كانت افضل في الشوط الاولاني والثالث هي الاهلي، والزمالك كان افضل في الشوط الثاني والرابع. كانت مباراه متكافئه ورايحه وتيجي، وكان سهل قوي في خلال المباراه. انت لو اخر 10 دقائق حازم في فرصتين بتوع الجزيري والمسلوسي خلصوا الماتش في البينالتي، لو شيكابالا قدر كان يجيبها كنا كسبنا الماتش. ف وعايزه بس اوجه النبي رساله لشيكابالا. اتفضل يا كابتن. انا سامع ان هو في حاله نفسيه سيئه. عايز اقول له ان هو ولا اول ولا اخر لعيب ضيع بينالتي. باجيو ضيع في نهائي كاس عالم، وضيع لايطاليا كاس عالم. محمد صلاح وزيزو ضيعوا في نهائي افريقيا قدام السنغال. دي بطوله سوبر، رصيدك عالي جدا ان الناس متقبله ان فكره انت اي لعيب ممكن يضيع بينالتي والموقف اللي هو فيه يعني. فانا اتمنى بس انه يخرج من الحاله دي، لان هو لعيب مهم جدا، تاثيره مش الفني بس جوه الملعب، لا بره الملعب، ان هو بيقدر يلم اللعيبه بصوره كبيره. فاتمنى بس انه يخرج من الحاله النفسيه. واحنا بنقول له كجمهور الزمالك احنا مش زعلانين، خلاص الناس مبسوطه بالاداء، خلاص ما كناش موفقين. دي الميزه ان انت تلعب وتعمل ادي اللي عليك، هتلاقي الجمهور حتى لو خسرت راضي عنك.
غير لما انت ما تبقاش بتأدي في المباراه فتبقى انت متضايق من الاداء ومن النتيجه. فاتمنى بس شيكابالا يطلع من الحاله اللي هو فيها، لان هو مهم جدا في بدايه السيزون. انا بضم صوتي لصوتك، وبرضو تعقيبا على كلام كابتن تامر صقر، انا عايز اقول لشيكا فرحتنا كتير، شلت بطولات كتير. لا رصيده كبير يعني، يعني ما مش بطوله ضيعها وبنتي ضيع هياثر على شعبيه او غلاوه. يا شيكا انت مع اول كاس هتشيله وتعمل الاحتفال بتاعك، كل الناس اللي بتقطع وكل الناس اللي بتتكلم هتبقى هي هي نفس الناس اللي بتسقف. لا هو شيكابالا عنده من الخبرات ان هو عارف ان دي هي دي الكوره، يعني عادي انها بتحصل. ان شاء الله نخش السيزون الجاي ناخد الكونفدراليه وناخد الدوري ونلعب سوبر وناخده تاني. فاتمنى ان شاء الله يطلع من الحاله اللي هو فيها. ميسي ضيع، رونالدو ضيع، كله دي بروين ضيع، صلاح ضيع، اجمد لعيبه ملوك الكوره في الدنيا ضيعوا، احسن لعيبه في العالم كلهم ضيعوا. الكريدت والرصيد اللي عند شيكابالا مع جمهور الزمالك كبير وكبير قوي، ومش رصيد البطولات ولا رصيد الاهداف ولا رصيد الانجازات بس، لا ده رصيد الحب اللي بتشوفه والدخلات اللي بيعملها جمهور الزمالك عشان شيكابالا يتقال فيها حكايات وحكايات. ده هو اسطوره ورمز لنادي الزمالك، فاتمنى بس ان هو يطلع من الحلقه بسرعه ان شاء الله. خسر الماتش بس المباراه فيها مكاسب كتيره جدا، مكاسب يعني لما يبقى يظهر محمد عواد بالصوره دي يا حازم، انت خلاص انت في الاخر لازم يبقى في منافسه كبيره قوي مع الشناوي على حراسه مرمى منتخب مصر، لان هو في ثلاث ماتشات سواء السوبر افريقي او مباراه بيراميدز او المباراه الفاينل مع الاهلي في السوبر المصري، اعتقد ان هو ادى اداء رائع وكان يعني سبب من اسباب ان ظهور الزمالك بالمنظر الرائع اللي هو ظهر بيه. كسبنا حسام عبد المجيد، زي ما كنت باجي بطلع معاك كنت بقعد انتقد حسام عبد المجيد في ماتشات، وبعد كده قلت لي انا عايز اعتذر وعايز اوجه له رساله دعم. لا أنا لازم بقى دلوقتي اشير بيه، لان تطور في مستواه من افضل اللعيبه اللي ظهرت في الثلاث ماتشات اللي في كلام فاتت. على انضمامه على فكره المعسكر، اعتقد ان هو يعني بص المستوى ده هيحجز اكيد مكانه اساسيه في منتخب مصر. كسبت باكين ليفت مع فتوح، انت فتوح كمان تقدر تستفيد بيه بقى كمان في نص ملعب لما يبقى عندك بنتايج ومحمد حمدي. واتمنى حازم بس من جوميز في الفتره الجايه ان هو يجربهم ان هو يلعبوا مع بعض، فكره ان انت تعمل جبهه ما بين محمود بنتايج ويبقى قدام محمد حمدي هجوميا ودفاعيا هتبقى جبهه قويه جدا. فاتمنى ان هو يجرب فكره ان الاثنين يلعبوا قدام بعض. كسبت عبد الله السعيد الراجل. طب عذرا بقى عن على المقاطعه، ولكن هنا قبل ما تقول عبد الله السعيد انا هتكلم مع حضرتك. ماستر سين لوحه فنيه والله يا كابتن، تشوفها داخل ارض الملعب مش بس في الاحتفال، لا ساعه الاخفاق هو عبد الله السعيد ازاي بيروح يلم الفرقه، ازاي بيروح يطبطب على عمر جابر ويروح لشيكابالا اللي هو القائد والمايسترو ويلم اللعيبه يقول لهم اللي جاي بتاعنا، اللي جاي بتاع نادي الزمالك. انا عمري ما شفت عبد الله السعيد يا حازم في اي نادي راح له بالشغف والاحساس اللي هو عايز يلعب الماتشات كلها وعايز يحقق بطولات ولامم الفرقه جوه الملعب وبره الملعب مع شيكابالا. فعبد الله السعيد انا بشوف صفقه، ده اللي اتقال عليه صفقه القرن، يعني زمان لما الصفقه باظت من اربع خمس سنين كنا مسمينها صفقه القرن، لغايه دلوقتي وهو عنده 39 سنه ولسه كل مره بطلع معاك يا حازم بنفتكر موقف دفاعي في اخر الماتش بيرجع ازاي يقطع الكوره وبيعملها. بيقول لك من جاور السعيد يسعد، عبد الله اول ما حط رجله في نادي الزمالك برغم ان هو ما شاركش في الكونفدراليه، صح ولا يا كابتن؟ نادي الزمالك كان بيحتفل بالكونفدراليه، حقق بطوله قاريه في خلال شهور قليله جدا مع نادي الزمالك، لامم اللعيبه واللعيبه بتحبه والجمهور بيحبه واحنا بنحبك يا عبد الله. دي حقيقه. فيعني عبد الله يعني من اللعيبه المهمه جدا حاليا في هيبقى في تاريخ، يعني رغم ان هو لسه السنه دي اول سنه وممكن يلعب سنه او سنتين كمان مع الزمالك، ولكن حب جمهور الزمالك عبد الله السعيد والله كابتن يلعب ثلاثه بالمستوى وبالفورمه يعني وبالاداء اللي في الدقيقه 105 رجع بكوره بيقطع كوره من قفشة سبرنت اللي هو كانت كوره خطره، وبعدين بعد ما بيقطعها بيبتدي الهجمه. فيعني عبد الله السعيد لا يعني من افضل الصفقات اللي عملها الزمالك في الاخر 20 سنه. طيب حديثا بالنواحي الفنيه داخل ارض الملعب، ويمكن كابتن تامر صقر من افضل المحللين الموجودين بيحللوا كره القدم المصريه عبر شاشات اون تايم سبورتس، وبنتشرف بوجوده معانا في برنامج الاخبار، فبالتالي هاخد رؤيتك الفنيه فيما يخص المبدع والحريف ناصر ماهر. ناصر كوستا بقى مش ناصر ماهر، ايه اللي ناصر بيعمله ده؟ في لعيب في مصر دلوقتي 10
بالمتعه الكرويه اللي انت بتشوفها من ناصر ماهر؟ لا هو مش بالمتعه، بالريتم السريع بتاعه، بالسرعه ومهاره. بالسرعه صحيح، انت ممكن تلاقي بلاي ميكرز لعيبه كويسه جدا في فرق كتيره، ولكن برضو الريتم اللي هو البطيء شويه، ان انت تلاقي على طول لعيب قادر ان هو يقدر حتى لو هو بظهره ان هو يعرف يلف بالباك ويواجه المرمى صحيح. بطريقه على طول، لعيب نشيط على طول، وهو اللي بيسرع الريتم الزمالك. وفكره ان عبد الله سعيد تحتيه حازم مسهله الامور، مخليها على طول الزمالك. قلت لك فكره ان فرق كبيره لازم تبقى هي معظم الوقت هي اللي بتستحوذ وتسيطر على مجريات الماتش، فان انت يبقى عندك اثنين او ثلاث او اربع لاعبين كره، ويمكن احنا السنه اللي فاتت عملناها ان وجود ناصر ماهر وعبد الله سعيد واحمد حمدي الثلاثه لعيبه كوره مهمين جدا، فانت الباس بتبقى ضامن ان هو مش رعب، ما عندكش ميس باس كتير، وضامن ان انت تبني هجمه، ضامن ان انت هتوك كره معاك، ما فيش الفرقه قدامك تقدر تهاجم وتجيب جون فيك. ف لا انا بشوف ان جوميز رجع هويته وشخصيه نادي الزمالك في حته الاستحواذ بلعيبه الكوره اللي موجوده في نص الملعب. اكبر اي منافس لما يلعب قدام نادي الزمالك، اولا يعرف ان هو بيلعب امام اكبر قلعه رياضيه في مصر، ثانيا فنيا يلعب تحت الكوره وبدنيا الزمالك طبعا. بدنيا جاهز جدا ان انت تبتدي السيزون واقف على رجليك بتلعب بلنتيات في ماتش السيمي فاينل. انا بحييك يا كابتن. ليه بقى؟ قول لي ليه بحييك. اي مدرب في العالم بيلعب بالبوزيشن او بالاستحواذ بيكون عنده تحدي كبير جدا، وهو اللياقه البدنيه للعيبه، لان انت الكوره معاك، الكوره معاك ده، وحتى لما الكوره ما تبقاش معاك بتبقى عايز تقطعها بسرعه عشان صحيح. ترجع الكوره صحيح. ولو الحمل البدني بتاع اللعيبه واللعيبه بتاعتك مش فت 100% هتلاقي عدد اصابات لا حصر له داخل الماتش. احنا شفنا في الماتشين فهو اللعيبه بدنيا وفنيا دي حقيقه وحماسيا. هو البرتغاليين عندهم ميزه نفسي. كمان ان هم عندهم بيعرفوا يتعاملوا في حته العامل النفسي، فاعتقد ان هو عارف يلم الفرقه، بقى في حب في الفرقه، اللعيبه كلها مش فارق مين اللي لعب ومين ما لعبش. فاتمنى ان شاء الله، بقول لك دي بدايه سيزون جيده جدا، ان انت تبقى داخل بسوبر قاري، اعتقد دي حاجه هتفيد الفرقه السنه دي ان شاء الله. مش عارف، انا دايما او مش دايما، عاده ما بحبش اقول وجهه نظر على قد ما انا بحب اقول يا خبر يا معلومه. اوكي. وده اللي انا متعود عليه مع المشاهد، ولكن جوزيه جوميز معايا انا على المستوى الشخصي كسر القاعده. وبالتالي بشوف ان اهم صفقه لنادي الزمالك اخر كام سنه هو الراجل ده. اعتقد ان هو رجع، الناس كانت مفتقده فيريرا، لان كانت جمهور حابب جدا فيريرا، وبرضه ازاي بس اوريك ان هو بعد كمان لما بيسيب الفرقه بيبقى بيساند الفرقه ازاي في البطولات، وازاي بيتكلم على فريق الزمالك ان هو مشجع. احنا شفنا الراجل جوميز قال لك انا في الاخر انا خلاص بقيت مشجع نادي الزمالك، ما بقتش مدير فني بس. فاعتقد ان الحاله اللي بقول لك اللي هو المعنويه اللي عاملها لنفس والفنيه والبدنيه لنادي الزمالك هتخلينا ان شاء الله نبتدي سيزون جيد. طيب بعض الناس مش واخدين بالهم ان انت عندك الونش راجع ان شاء الله، فتوح، احمد حمدي فتوح رجع الاسبوعين، المفروض فتوح ممكن يلعب ماتش يوم الجمعه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ماتش البنك الاهلي. الونش اسبوعين اعتقد، احمد حمدي هو اللي ممكن يقعد شهر او شهر ونص. انا بشوف قويه لسكواد زمانك. بص انا بشوف اضافه قويه، وكمان انت عندك، انت بتبتدي البطوله يوم 1 نوفمبر، عندك شهر نوفمبر وديسمبر بس، وبعد كده يبتدي في يناير الانتقالات الشتويه، فشهرين باللاعبين الموجودين، انت عندك برضو نقص في بعض المراكز. رجوع اللعيبه دي مع اللعيبه الموجودين اعتقد ان هو كافي، لان انت كمان عندك ميزه يا حازم، انت مش هتلاعب المنافسين بتوعك قبل شهر 1. الاهلي غالبا مباراته في فبراير، بيراميدز قبليها برضو الاسبوع اللي قبله، فده هيدي ميزه ان انت ممكن في انتقالات الشتويه يلعبوا مع الاثنين المنافسين معاك في الدوري مباراتهم. طيب بعض الناس يا كابتن تامر اتكلمت على ان نادي الزمالك عنده نقص في المراكز فيما يخص وسط الملعب. مع عوده فتوح هل بتشوف ان فتوح يقدر ان هو يسد ويجيد في وسط الملعب على غرار ما حدث مع اسوريا؟ بص فتوح هيدي ميزه لنص ملعب، ان انت هتبقى لعيب زياده، لعيب كوره مع عبد الله السعيد وناصر ماهر، ان هو يبقى بس هتلعبهم ازاي؟ انت مع الثلاثه دول لازم يبقى معاهم هاف ديفندر، اللي هو نفس فكره دونجا، محمد شحاته، محمد السيد، مش زياد كمال. زياد كمال برضو جوميز ظلمه ان هو بيلعبه في رقم 6. انا بشوف زياد كمال
لو هيلعب يلعب رقم 8 لانه رتمه بطيء شويه، فما ينفعش تلعبه في رقم 6 بيستلم كرة ممكن اي كرة تتقطع تبقى هجمة خطرة، بيبطئ رتم الفريق شوية، فلازم يبقى لعيب نشط حيوي زي محمد شحاتة زي محمد سيد. شفنا ده اللي حصل في الماتش يا حسن، ان محمد شحاتة لما لعب في الدقيقة 35 الزمالك استحوذ على الكرة وبقى افضل في حتى في الضغط وانه يستخلص الكرة. شفنا محمد سيد لما نزل حتى في الاشواط الاضافية كان لعيب واضح ان هو لعيب هيبقى مميز، يعني واضح انه كمان جوميز مش عايز يجيب حد في الرقم ده عشان عايز يعتمد على محمد السيد في المباراة الدوري مع دونجا ومحمد شحاتة. طيب قبل ما نستفيد في الأمور الفنية برضو كنا بنتكلم على جوزيه جوميز. جوميز النهاردة موجود أو مرشح لجائزة أفضل مدرب داخل قارة إفريقيا، أحمد سيد زيزو مرشح لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا. طبيعي يعني واخد كونفدرالية واخد سوبر أفريقي، طبيعي أن أنت يبقى مرشحين. زيزو أنا بشوفه مرشح قوي جدا لأنه هو من أفضل لاعبين إذا ما كانش أفضل لعيب في القارة حاليا. صحيح. جوميز هيواجه منافسه طبعا من كولر ومن كذا مدير فني، ولكن بأداءه على المستوى القاري هو بيتفوق على كولر، هو تعتبر انت سوبر بطولتين قريتين على الصعيد القاري يعني. فاتمنى ان شاء الله انهم ياخدوا جائزتين هتديهم دفعه قويه لبدايه السيزون. طيب كل التقدير لاي حد موجود معاه جوزيه جوميز، ولكن احنا دايما هدفنا ان احنا نسلط الضوء على كل ما هو جديد فيما يخص جوزيه جوميز. في الحقيقه كابتن الراجل دوت قدم مش اوراق اعتماده للجمهور، لا ده هو اخد حب ودعم من جمهور الزمالك. انا اخر مره شفته مع جوميز، شفته عفوا مع جوزوالدو فيريرا اخر مره شفته اخر فريم لجمهور الزمالك لما كان بيقول 1 2 فيريرا ثانك يو، دلوقتي جمهور الزمالك بيقول 1 2 جوميز وهو مش موضوع بطولات، ما هو كارترون اخذ بطولات وفي كذا حد اخذ بطولات. هي فكره ان الجمهور برضو جمهور ذكي بيبقى عارف مين المدير الفني اللي بيبقى حابب الفرقه وحابب ان هو يقعد فيها، فاعتقد ان هو طبعا كل ده وبرضو معهوش السكواد او التدعيمات القويه، لان الزمالك بقول لك لو قدر ان شاء الله يخلص مشاكله الماديه او مشاكل الغرامات اللي قاعده بتحصل طبعا. طب رايك ايه في قصه الغرامات اللي الكاف فرضها على النادي؟ بشوف ان ده تهريج، انا راجل متابع الغرامات اللي بتتعمل من الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي لما اتحاد العاصمه انسحب في الماتشين يعني بدون اي عذر، يعني حاجات سياسيه 40,000 دولار، فانت 40,000 دولار ده انت بتكلم ضعف ال 20,000 دولار اللي واخدهم شيكابالا وناصر منسي. حتى اللعيبه فكره ان يعني بص انا طبعا ما احبش ان ناصر منسي يقعد يعمل الحركه بتاعته دي، ولكن انا شفتها لا يقل عن 10 او 20 لعيبه عملوها قبل كده عمرهم ما حد توقف. شيكابالا فكره اللي هو اصله بيحس على الانسحاب، يعني ايه مش فاهم بيحس، يعني واحد بيقول لهم تعالوا كده ورجعوا يعني هل الزمالك انسحب؟ مش فاهم في الاخر انا بسال النتيجه، هل الزمالك انسحب؟ 3 4 دقائق وكان واضح ان هو ما كانش في انسحاب، كان اللي هو الجمهور او اللعيبه بتتشاور مع بعض بتتكلم مع بعض. كان برضو في حته ذكيه ان هو بيلم الفرقه من اللي عارف حاله العصبيه. صحيح. وكان لصالح الماتش لان ما كانش يبقى فيه الاجواء تهدى، الريتم ما يعلاش، ما يبقاش فيه توتر. دي سمعه مصر وما حدش بيعمل عقوبه 60% من الجائزه، 70 والله يا كابتن وصلت 70% 70% انت بتتكلم في رقم ما يعني حصلش قبل كده، يعني انت تديني الجائزه باليمين وتاخدها مني بالشمال. يعني فاعتقد ان الاتحاد الافريقي سواء ما شفناش الجائزه دي على فكره بيتم توقيعها على نادي تقريبا على مدار تاريخ الكاف. وبعدين انا في الاخر انت الجائزه دي يا كابتن انت قبلها بتقول اصل سوء التنظيم. انا اللي اعرفه ان الاتحاد الافريقي هو المسؤول مع النادي، بس بيبقى مسؤول مسؤوليه كبيره عن التنظيم، فانت في الاخر بتغرمني من البطوله الاصليه 200,000 دولار. يعني في الاخر كل الفلوس اللي اخذتها من الجائزه اديتها كغرامه. فيما يخص هنا الجوانب او اللوائح التنظيميه او البنود او المواد التي يتم الاستناد عليها من اجل توقيع الغرامات، صح؟ صح. طيب انت دلوقتي كان عندك نادي في نهائي تشامبيونز ليج انسحب من البطوله، انسحب ما هدتش. انت هنا بتتكلم ان انت بتقول ان الزمالك هدد. طب هو انت بتتكلم على اتحاد عاصمه ولا الماتش؟ انا مش هذكر نادي باسمه، انا مش حابب ان انا اتكلم على نادي باسمه، انا بدي مثال وطبعا الناس تقدر ترجع للسجلات يعني وكل حاجه معروفه للجميع. يعني النادي دوت لما تم او لما انسحب من الشامبيونز ليج الغرامه كانت 20,000 دولار. اوكي مش انا بقول لك انا في الاخر هم يطلعوا يقولوا لنا هم كتر بقوا
خلوا الغرامات اللي هي 40 و 50 الف دولار بقت بالارقام دي. يعني بعد كده لما هيحصل عقوبه على النادي هيحصل نفس الموقف، لان انت في الاخر انت غرمت المنتخب الليبي. نيجيريا لما راحت المطار وكان في سوء اللي هو التنظيم وهدي وراحوا ما لعبوش الماتش وراحوا رجعوا على بلدهم، غرمته 50 الف دولار، بفرقه انسحبت يعني فاهم ومشيت من المطار. ففكره ان انت 300 الف دولار ده انت يعني اكنك قاصي اللي هو عايز تقول لهم انا في الاخر لا انا مش هتاخدوا مني فلوس. فاتمنى ان هو يتم التراجع عنها. ما اعرفش صراحة عجبني يا كابتن كمان، عذرا على المقاطعه، ولكن الموقف اللي في الحقيقه انا بشكر من خلال قناه الزمالك ومن خلال برنامج اخبارنا كل اعلامي، كل مقدم برامج، كل حد عنده صفحه على السوشيال ميديا، كل حد عنده برنامج بيطلع يكلم فيه الجمهور. انا بشكر موقف الجميع فيما يخص هذا الطرح، ان القاسي والداني ضد هذا القرار وضد تغريم نادي الزمالك هذا المبلغ اللي فيه، يعني انا مش عايز اقول اي مصطلح، بس انت يعني في مضايقه. انت كده فعلا هو تعسف او تعنت، انا مش عايز اقول اللفظ ده، ولكن اتمنى ان يكون في اعاده ترتيب من جانب الكاف، او الكاف يراجع نفسه يعني. واعتقد ان نادي الزمالك ان شاء الله هيقدم استئناف على هذا القرار يعني، او طعن على الاقل. يعني انا بقول لك اتمنى طبعا، لان في الاخر انت مش منطقي يا كابتن، مش منطقي. انت المفروض نادي بتعامله كل الانديه سواسيه، فما ينفعش انت تعامل الانديه بصوره مختلفه يعني. صحيح يعني. طيب ماتش البنك الاهلي شايفه ازاي؟ بص، دي لازم تبقى بدايه قويه لنادي الزمالك. ليه؟ لان انت في الاخر ده اول مباراه على ارضك، يمكن انت مش هتلعب على استاد القاهره، هتلعب على استاد السلام. بعد كده عندك يا حازم ثلاث مباريات خارج ارضك، اثنين ورا بعض في برج العرب مع سموحه والمصري، وبعد كده عندك كابتن المحله جاي مذاكر ومحضر، لا انا متابع الحاجات دي والجداول كلها، العلم في الراس والدنيا يعني ما شاء الله. اتفضل. بعد كده عندك المحله في المحله، وبعد كده الماتش الخامس بتاعك سيراميكا في استاد القاهره. فخمس ماتشات بالمناسبه عذرا انا كابتن، ولكن كابتن تامر يعني مش بس لعب في نادي الزمالك وكان من نجوم نادي الزمالك، لا الراجل زملكاوي جدا 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 يعني. فعندك خمس ماتشات لو قدرت تطلع بيهم ب 15 نقطة اعتقد هتديك بوش قوي جدا. الدوري السنة دي مختلف، الدوري انت محتاج كل ماتش اكنه ماتشات كؤوس، لان الدور الثاني مش هتلحق تعوض لو انت بعيد عن المنافسة، مش هتلحق تعوض، هيبقى عندك 8 ماتشات بس. فكرة ان الزمالك اول خمس ماتشات او اول اربع ماتشات يبقى عندك 3 ماتشات بره ارضك، دي انا مش فاهمها ازاي بتتعمل قرعة عن طريق الكمبيوتر، وفرقه بتلعب اول خمس ماتشات على ارضها في استاد القاهره، وفرقه المنافس بيلعب اول اربع ماتشات ثلاث ماتشات على بره ارضه. فانا لغايه دلوقتي مش فاهم اتعملت ازاي. بقول لك اتمنى ان بدايه مع فرقه صعبه جدا. كابتن طارق مصطفى عامل فرقه كويسه جدا، عمل تدعيمات، انت بتكلم في محمد ابراهيم واحمد ياسر ريان وكذا لعيب كويس جدا راحوا البنك الاهلي، فهيبقى ماتش صعب. البدايه مهمه. يمكن كنت زي ما بقول لك ان في عيب وضع الماتشات في الدور الاول، بس الزمالك لو قدر بيطلع بنقط كتيره جدا من الدور الاول هيستفيد ايه بقى؟ ان الدور الثاني كل الفرق الصعبه اللي انت لعبتها لو طلعوا معاك في اول 9 فرق هتلعب الماتش الثاني على ارضك. فاتمنى ان الزمالك ما يضيعش ولا نقطه، ويبقى فاهم ان انت بتلعب 25 ماتش بس. مش انت سمعت المحاضره بتاعت جوميز مع اللعيبه ولا ايه يا كابتن؟ لا. طيب هو الكلام اللي انت قلته ده بالنص كان كلام جوزيه جوميز مع اللعيبه قبل تمرينه النهارده، اللي هو مفيش مجال ان احنا نضيع نقط، مفيش مجال لاي بطوله تروح من نادي الزمالك. نادي الزمالك هدفه التركيز على كل مباراه وعلى كل بطوله بيحط رجله فيها. انا بقول لك انت عندك 25 ماتش في الدوري بس، فلازم كل ماتش في الدور الاول لازم تبقى عارف ان هو ماتش كاس، لازم الثلاث نقاط سواء على ارضك او خارج ارضك. فاتمنى ان الزمالك قادر، ان عنده سكواد قوي ان هو يقدر، خصوصا انت بقول لك او لغايه انتقالات الشتويه مش هتلاعب الاثنين المنافسين بتوعك، فلازم تبقى قادر ان انت تجمع نقاط كبيره في المرحله دي. طيب بتشوف ان مع غياب فتوح ونادي الزمالك كان عنده نقول ثغره، ولكن مجلس الاداره مشكورا قدر ان هو يلبي احتياجات جوزيه جوميز وعمل جبهه يسرى رائعه بتواجد بن تايك وحمدي، بتشوف مباراة البنك الاهلي فيما يخص الجانب الايسر يعني مين يلعب او مين يبدا، بن تايك ولا حمدي؟ انا بقول لك انا اتمنى الاثنين،
الاثنين. اتمنى بنتائج باك ليفت وقدامه هاف ليفت محمد حمدي. هيعمل بولك جبهه قويه جدا. مش لاك لسه ما دخلش في الاجواء فممكن يبقى بديل كويس. وبعدين مش لاك ميزته ان الشوط الثاني بسرعته ينزل على فرقه تعبانه غير لما يبتدي الماتش، لان هو برده هو ستايل لعبه مش زي مصطفى شلبي. ان انت في الطبيعي ان انت في الشوط الاولاني بتبقى الفرقه اللي قدامك برده عامله زون، فالمساحات بتبقى ضيقه جدا، فمحتاج لعيب المهاري مش اللعيب السريع. فاتمنى ان هو بقول لك يعمل رؤيه فنيه مميزه في الحقيقه. انت بتتكلم ان لما تنزل كونراد مشلاك وهو راجل فت وسريع والمعدل البدني بتاع المنافس بيكون نزل فبيديله ادفانتج، ومع كمان بقول لك الفرق اللي بتلعب الزمالك بتبقى بتدافع خصوصا في الشوط الاولاني، فالمساحات بتبقى ضيقه، وهو مش مهارته اللي هو بيعرف يعدي من واحد ومن اثنين يعني زي مصطفى الشلبي. مصطفى الشلبي ميزته ان هو بيعرف عنده المهاره انه يعدي. فاتمنى مع عدم وجود مصطفى الشلبي ودونجا يبقى في، انا محمد شحاته نفسي يبقى في رقم 6، يبقى هو بقى بديل دونجا في الفتره دي، ويبقى قدامه عبد الله سعيد ونصر ماهر. طيب ومحمد حمدي. توضيحا للامور، بعض الناس اول ما زيزو جه الزمالك انتقدت زيزو. الونش اول ما جه الزمالك بعض الناس انتقدت الونش وقال لك تدخلاته عنيفه، والونش بيرد افضل مساك او افضل مدافع داخل قاره افريقيا قبل الاصابه، وزيزو افضل لاعب في الدوري المصري وان لم يكن هو الافضل في افريقيا او داخل قاره افريقيا في الوقت الحالي. فبتشوف ازاي بعض الناس اللي انتقدت اداء كونراد ميشلاك وعلى النقيض بقى، يعني الناس بتتكلم ارقامه قويه جدا مع فريقه السعودي، راجل عنده سرعات، فبتشوف القصه دي ازاي؟ انا ما اقدرش اقيم لعيب من ماتشين ثلاثه. صحيح. يعني لازم تسيبه فتره، انت عندك في الاخر هو بتبتدي دوري، عندك الكونفدراليه هتلعب ماتشات فيها في المجموعه، فالتقييم لازم بعد 5 6 8 ماتشات لما يبقى بياخد فرص كتيره وما اثبتش نفسه يبقى ساعتها اقول انها صفقه غير جيده. ولكن حاليا ما اقدرش اقيم، لان مش كل اللعيبه اللي بتقدر زي مثلا بنتايج اللي هو تخش في الفرقه بصوره قويه وتتالق من اول ماتش. صحيح. مش معناه ان التانيين مش لعيبه، ولا انا في التاريخ عبره في لعيبه كتير قوي بيقعدوا بالسيزون كامل وحشين وبعد كده بيتالقوا. مباراه فوق اي لاعب يعني، ممكن فتلاقيه مش موفق في اول كام مباراه، ولكن في مباراه تلاقيه الراجل فاق وحط رجله وثبت نفسه. استاذنك نروح لموضوع حلقتنا مع جمهور الزمالك. موضوع حلقتنا النهارده كان ترشيح جوميز لجائزه افضل مدرب في افريقيا ودوره المؤثر مع الزمالك. البدايه من عند احمد عيد بيقول مساء الخير عليك يا احمد وعلى المحلل كابتن تامر صقر. من وجهه نظري مستر جوميز يستحق التتويج بالجائزه افضل مدرب بعد ما حقق لقب الكونفدراليه الافريقيه وكاس السوبر الافريقي مع الزمالك، وكان له دور كبير في تطوير اداء الفريق في الفتره اللي فاتت. واتمنى لمستر جوميز التوفيق وكل الدعم والتوفيق، زملكاوي وافتخر. بشكرك يا استاذ احمد. لمياء حسن بتقول مساء الخير يا احمد منور قناه الزمالك. بالطبع جوميز مدرب كبير وقدير ويستحق افضل مدرب في افريقيا، لان فاز ببطولتين قاريتين في فتره قصيره جدا ونقل الزمالك لمكانه كبيره جدا في ظل ظروف صعبه، وعمل على تطوير اداء الفريق بشكل كبير، ده غير طبعا تفوقه الفني الملحوظ على الغريم التقليدي النادي الاهلي في جميع المباريات، لذلك يستحق اللقب بجدارة. وتحياتي ليك يا أحمد. بشكرك يا أستاذة لمياء. خالد أحمد بيقول مساء الخير والسعادة على حضرتك يا أستاذ أحمد وعلى ضيفك الكريم الأستاذ تامر صقر المحلل الفني، ومنورين قناة شاشة قناة نادي الزمالك وبرنامج أخبارنا. جوميز مدرب كبير وعبقري ويستحق التتويج بالجائزة عن جدارة واستحقاق، لأنه فاز مع الزمالك ببطولتين قريتين الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي في ظل الظروف الصعبة، ده غير أنه تفوق مرتين على الغريم التقليدي النادي الأهلي، مرة في بطولة الدوري العام ومرة ثانية في بطولة السوبر الإفريقي، ودوره كان مؤثر مع الفريق وطور أداء اللاعبين بشكل كبير. بشكر حضرتك يا أستاذ خالد. كرولوس ناصر بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ أحمد. مستر جوميز مدرب كبير ويستحق التتويج بالجائزة عن جدارة واستحقاق، لأنه توج ببطولتي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي في ظروف صعبة جدا، ودوره كان مؤثر مع الفريق
وطور أداء اللعيبة بشكل كبير. وتحياتي ليك ولكل فريق العمل، بشكرك يا فندم. يونس أبو فريح بيقول مساء الخير عليك يا كابتن أحمد، جوميز مدرب كبير وعنده القدرة على مذاكرة المنافس جيدا، جوميز يستحق الإشادة بكل تأكيد، جوميز هو المدرب الوحيد الذي أخذ بطولتين قريتين في الموسم، أتمنى أن جوميز يكون أفضل مدرب في إفريقيا، تحياتي ليك ولكل فريق العمل، بشكرك يا أستاذ يونس. كابتن تامر قبل ما أختم مع حضرتك، دايما لما بتطلع معانا جمهور الزمالك على السوشيال ميديا بيشيد بأدائك الفني وبتحليلك المميز، فكان وجب عليا ان انا انقل هذه الرسالة لحضرتك من جمهورنا، وجمهور الزمالك دايما بيعرف وبيفهم دائما قيمة المحلل الفني اللي بيعرف يتناول الموضوع بزاوية محترمة مثقفة، فكادر مثقف وكادر فني بنتبسط وبنتشرف بوجوده معنا في البرنامج. انا يعني والله الكلام شرف كبير ان جمهور الزمالك بيقول الكلام ده عليا، انا اتشرف، انا واحد منهم، واتمنى يا رب ان انا ابقى يعني عند حسن ظنهم على طول ان شاء الله. انا هسيب لحضرتك الكاميرا ورساله لجمهور الزمالك بعد المواقف اللي عملها، اي تعثر اي فوز اي هزيمه، جمهور الزمالك ثابت على الموقف في كل الاوقات. انا عايز اقول لجمهور الزمالك انت اوفى جمهور شفته في حياتي، على طول مساند الفرقه في زي ما بنقول في الحلوه والمره، واتمنى ان شاء الله بداية سيزن تبقى قوية ونختم السيزن كده بكذا بطولة ترجع تاني ان شاء الله لأمجاد نادي الزمالك ان شاء الله. نورت الدنيا. بنورك يا بنورك. شكرك شكرا جزيلا كابتن تامر صقر. مشاهدينا الاعزاء وصلنا لنهاية حلقتنا، اشوف حضراتكم على الف خير، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وبشكر طاقم العمل بالكامل.